ومعنا عبر سكايب دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي. مرحبا بك دكتور فاروق. إذن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد أن إدارة الأمن وشؤون العراق أصبحت بيد ميليشيا الحشد، ما الأسباب التي أدت إلى هذه السيطرة وفقدان مفهوم الدولة؟ أنا باعتقادي أنه الحشد هو يعني ظهر من رحم هذه الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق. يعني هو الحشد إذا كان موجود، إذا ما كان موجود وإنما كان موجود أذرع تستخدمه إذا كانت منظمة بدر أو كان حزب الدعوة أو المجلس الأعلى. فقبل 2014 كانت هناك عمليات تجري داخل العراق في تصفيات لسياسيين، تصفيات لمعارضين، تصفيات لحزبيين. فهذه كلها كانت موجودة قبل إنشاء الحشد الشعبي. فالحشد الشعبي عندما إجا بقرار بفتوى الجهاد الكفائي، أنا باعتقادي أنه هو لدعم هذه الأحزاب الشيعية. نعم. طيب، يعني دخول الميليشيات في الانتخابات المقبلة دكتور فاروق كيف سينعكس على المشهد السياسي المتأزم أصلا؟ أخي العزيز، هو لا يوجد فرق ما بين الميليشيا كحشد والميليشيا كحزب. يعني هي هذه جماهير هذا الحزب حولوها بدل أن تكون في الشارع أعطوها صبغة قانونية وسلحوها وأصبحت تمارس القتل وتمارس النيب وتمارس السلب وتمارس العنف المسلح، سواء في ما ادعوا أنه المدن المحررة أو في مناطق أطراف بغداد باسم القانون وتحت غطاء أنه هم منضوين ضمن القوات المسلحة العراقية. فلذلك أنا باعتقادي أنه إذا كان المالكي رشح أو رشحوا مجموعة من التابعين إلى من خلال الفصائل الموجودة ضمن الحشد الطائفي، وأنا ما أسمي الحشد الشعبي لأنه هو حشد طائفي واضح في تحركاته، في نزعاته، في ولاء محسوم إلى إيران قبل أن يكون محسوم إلى العراق أو إلى الأحزاب السياسية العراقية. فلذلك أنا باعتقادي أنه هذه الأحزاب حاولت أنه من خلال الحشد الشعبي ومن خلال وجود عناصر ربما استفادت ماديا من خلال هذا القرار، من خلال وجود رواتب، من خلال وجود سلاح لحشد أكبر مجموعة من الأصوات. وبعد الانتخابات راح نرجع إلى التحالف وإلى التكتلات جميعها تتحالف وينتج عنها برلمان. وهو السؤال دكتور فاروق، يعني بحسب مركز أبحاث السياسة العالمية أكد أن أعضاء البرلمان المقبل في العراق ارتكبوا جرائم حرب، كيف سيكون شكل البرلمان وحتى بعض قيادات الحشد التي ربما ستشكل بعضها الحكومة بين أعضاء هذه الحكومة والبرلمان مجرمين بحسب وصف هذا المركز؟ قبل أن أجاوبك على هذا السؤال، اليوم ظهر تقرير حول أهلية الجنسية أو موقع الجنسية في دول العالم. للأسف إحنا كنا في ذيل آخر، يعني فقط قبلنا الصومال. تسلسلنا من مجموع 167 دولة الرقم 165. فلذلك هذا يدلل على أنه ما موجودة دولة، يعني بالاسم بالعرف السياسي، بالعرف الدبلوماسي، بالعرف القانوني للدولة، دولة بمؤسسات كاملة السيادة ما موجودة في ظل وجود 67، هذا المعلن 67 فصيل مقاتل وربما يوصل إلى 100 فصيل. فهذه ما تدلل على وجود دولة. ثم إذا جينا على الإجرام، فالإجرام هو موجود، يعني موجود في البرلمان سابقا وراح يكون موجود حاليا، لأنه قيادات الأحزاب اللي هي سواء كان من جيش المهدي أو من منظمة بدر أو من حزب الدعوة، التصفيات اللي صارت، التصفيات الجسدية اللي صارت يعني في العراق، من هو اللي سوى؟ هم قادة هذه الأحزاب بأوامر من عندهم، ولذلك يعني ما جاءوا دول الأعضاء بشيء جديد.
وهذا يدفعنا دكتور فاروق، جريمة مستمرة. نعم عفوا، يدفعنا إلى الحديث عن نفوذ إيران في العراق، وخصوصا بعد تصريح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي طالب بتشكيل لجنة مشتركة للدفاع العسكري بين إيران والعراق، كيف تقرأ ذلك؟ النفوذ الإيراني شيء واضح وصريح، ومو اليوم، يعني من 2006 أنا كنت في بغداد، كنت موجود إلى 2006، خرجت من بغداد. كانت السفارة الإيرانية تجري تحركاتها، وكان السفير الإيراني هو الشخص الثاني بعد بريمر على مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية وقواته. كانت الميليشيات تستمر في عملها وتستمر، يعني الحرب الأهلية اللي صارت، أو ما يسمى بالتصفيات اللي صارت 2005 و2006 في ظل تواجد القوات الأمريكية، كل الدعم والسلاح اللي استلمتها الأحزاب أو القوى الشيعية الدينية هي كانت في ظل تواجد القوات الأمريكية. بعد 2010، بعد خروج القوات الأمريكية، أصبحت إيران هي الفاعل رقم واحد، وهي اللي، وكنا سمعنا علاوي لما إجا له خبر أنه بعد فوزه قالوا له أنه ما ممكن أنه أنت تستلم رئاسة الوزراء لأن إيران غير راضية عنك. ولذلك إيران داخلة في القرار السياسي العراقي وفي القرار العسكري العراقي، وبدليل أنه تستخدم أرض العراق إلى سوريا، سواء إرسال مقاتلين أو إرسال سلاح وميليشياتها. وقاسم سليماني كنا نعرف تواجده على مشارف الفلوجة وفي تكريت وفي الموصل، هذا كله علنا، يعني ما هم ما خافين هذا الشيء. أشكرك شكرا جزيلا من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي، أدو الماسي والأكاديمي.